نرحب بالمهندس محمد الجرحي رئيس اللجنه العليا وعضو مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا بنبارك للنادي الاهلي في البدايه تاني مبارياته واداء متميز بالنسبه للنادي الاهلي، في اصرار كبير ان شاء الله ان تكون البطوله من نصيبنا. لكن شفتك نزلت طمنت طبعا على حجاج الاول، ايه انت شفت ايه اللي حصل او الدكتور قال لك ايه؟ هو حصل عنده زي ارتجاج في المخ، طبعا في قلق، الناس مش عارفه الاصابه ايه، الاسعاف دخلت وخدته على مستشفى المعلمين، ان شاء الله يطلع يعني حاجه بسيطه باذن الله. وراح معاه كابتن عاصم. قولي على المباراه وبتشوف اداء النادي الاهلي ازاي، المؤازره الجماهيريه كالعاده من جمهور النادي الاهلي، حابب تقولي على المباراه الثانيه؟ الحمد لله المباراه مش بشكل كويس، اللعيبه كان يمكن من يومين كان في قعده بيني وبين اللعيبه وبين الجهاز الفني، وكانت اللعيبه كلها حماس وعندها يعني عايزه تفوز بالبطوله دي وبطوله الدوري والكاس عشان يصالحوا الجمهور بعد مباراه السوبر. وزي ما انت شايف النهارده الماتش فرق 8 بونت، وان شاء الله عندنا الدور الثمانيه يوم الخميس وقبل النهايه والنهايه، وان شاء الله يعني البطوله تكون من نصيب النادي الاهلي. كانت لقطه رائعه جدا من رئيس الاتحاد الافريقي الدكتور منصور اريمو بحديثه مع البنات بعد طبعا المباراه الثالثه، تشجعهم بشكل كبير وحفزهم بشكل كبير، لسه البطولات جايه كتير، وهم طبعا احنا بعيد شويه عن المشاركات، مش النادي الاهلي بس، لا مصر بعيده في الكره النسائيه عن المشاركات. يا محمد يعني احنا مش كرة النسائية، لا يعني احنا في طريقة مميزين، يمكن برضو احنا بعاد عن البطولات العالمية، السيدات بعاد عن الكرة الافريقية، يعني في فرق بين الطايرة وبين اليد، هما يعني ما فيش خبرة افريقية، معظم اللعيبة ما فيش خبرة افريقية. الماتشات اللي موجودة كان في احتكاك كويس ليهم، اكتشفنا مجموعة مميزة منهم كمان أدوا أداء كويس جدا، ببعض من الدعم إن شاء الله الفريق قادر إن هو ينافس البطولة اللي جاية. رسالتك للعيبة والجمهور الفترة اللي جاية، عايزينهم متواجدين أكتر واللعيبة كمان يبقى عندهم إصرار كبير للبطولة دي يا سمح. إحنا بداية من بكرة كلجنة منظمة هنطرح مجموعة تذاكر إضافية بكرة وبعده لحد يوم الجمعة من 12 ل 6 كل يوم، ونتمنى إن يعني مباراة قبل النهائي والنهائي يكون في دعم جماهيري قوي إن شاء الله. أشكرك، شكرا وتحياتي لكابتن هيثم.